اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا من خزائن أسرارك وأنوارك ومعارفك وتجلياتك ومشاهداتك يا رب العالمين، ومن خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأحب أحبابك وأكرم الأولين والآخرين عليك، إمام رسلك وأنبيائك وسيد عبادك وعبادك وخيرتك من خليقتك، نسألك اللهم بكرامته عليك وبجاهه عندك وبفضله عليك وبقربه منك وبحبك له وبحبه لك وبالسر الذي بينك وبينه، نسألك اللهم يا مولانا أن تجعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن تمسكنا بكتابه وسنته، وأن تمسكنا بشريعته، اللهم وأن تفيض علينا من بركاته، وأن تملأنا من أسراره وأنواره، اللهم أن تستعملنا بسنته، وأن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا في زمرته، وأن تسقينا من حوضه الشريف بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يغتان ونعيما لا ينفان وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع العوالم وفي أعلى الجنة جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبخلا إلا عافيته، ولا كسيرا إلا جبرته، ولا قطيعا إلا وصلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا وفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا صمد الصامدين، يا مقصد القاصدين، يا منتهى رغبة الطالبين، يا كاشف السوء ويا إله العالمين، يا نور السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا قيم السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا سند السماوات والأرض، يا ممسك السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض، حقق لنا رجانا، وآتنا منانا وكن قمنانا، اجعلنا من العباد المحمديين الذين
الذين هم محسوبون على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا في زمرته وتحت لوائه، وظللنا بظله، وارض عنا يا مولانا، وارض قلب نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا. اغفر اللهم لنا وارحمنا، ولوالدينا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأعد يا مولانا هذا الشهر المبارك علينا وعلى عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بكل خير وعافية وصحة وسلامة وسعادة وكرامة وتوفيقا ورضا من الله ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد. ماذا ونجى من وحده